حاجات كنا دايما بنشوفها في الأفلام والمسلسلات، لكن على أرض الواقع من الصعب ان انت تصدق انه ممكن تحصل، او من الصعب ان انت تشوفها بعينك. لكن في جراب الحياة هتلاقي حاجات كتيرة قوي حصلت ما كنتش تصدقها، ولو حد حكالك عنها برضو مش هتصدقها، لكن لما تشوف بنفسك تتصدم. شراء الأطفال، قصة إن في ست راحت تشتري طفل ب2600 جنيه عشان ترضي مين؟ جوزها، وتاخد منه 300,000 جنيه. ايه ده؟ هو اللي بتخلف النهاردة بتاخد فلوس من جوزها؟ غريبة. بس نحكي بقى الحكاية. الست دي اتطلقت من جوزها عشان ما جابتش الولد، وجوزها خد منها فلوسها وكان مبلغ كبير يعني. ففكرت زي ما بتتفرج على الأفلام والمسلسلات، وراحت قالت له ايه؟ انها حامل في ولد. كان قايل لها بقى انت لو حملتي في ولد او جبتي ولد انا هديك ال 300,000 جنيه. اول ما جه بقى ميعاد الولادة عملت ايه؟ راحت المستشفى اللي هي خاصة بالولادة، وعرضت على ممرضة انها تاخد عيل يعني لمدة يوم مثلا، توريه كده لطليقها ده عشان تاخد الفلوس وبعد كده تبقى ترجعه تاني. يعني انتوا متخيلين الفكرة جات لها ازاي؟ يعني تاخد الولد مقابل يوم ب2600 جنيه عشان توريه لطليقها وتاخد الفلوس وبعد كده ترجعه تاني. الحمد لله يعني تم القبض عليها، والكاميرات كشفت الموضوع، والممرضة قالت كل حاجة. بس الغريب ما في الموضوع ان انت دماغك تجيب الحاجات دي؟ معقولة ما فكرتيش؟ ده انت ام قبل كده يعني، بس جايبة بنت، ما فكرتيش يعني ايه حد ياخد ابنك او بنتك منك؟ غريزتك ما حسيتيش ان فيها هيحصل وجع حتى لو اليوم ده لحظة؟ لو ابنك تاه من ايدك بس لحظين، لو غاب انت ممكن بس حاسة غاب، بس هو ممكن يبقى واقف جنبك، بس احساس الغيبة اللحظة قلبك بيتقهر من جوه وبتتلفتي يمين وشمال. ازاي فكرتي تاخدي طفل من ابوه وامه لمجرد ما ترجعي حقك؟ رجعيه، بس مش تاخدي طفل. ذنبه ايه الطفل اللي كنتي هتاخديه ده وتحرميه من امه ولو لساعة حتى؟ ذنبه ايه يدخل في خلافاتك انت وجوزك؟ حرام حرام تعملي كده. عايزه حاجه ما تدخليش حد في خلافاتك مع جوزك. احنا كلنا بنخاف من سرقه الاطفال، احنا بنبقى ماشيين ومكلبشين في عيالنا من كتر ما احنا بنسمع الحوادث دي. حقيقيه حاجه مرعبه. ده ولا في دين ولا في اخلاق ولا تربيه اللي انت عملتيه ده. تاخدي ابن والله لو ساعة واحدة. لازم نفكر كويس جدا احنا هنعمل ايه. عندك مشكلة حليها قانونا او ايا كان انت هتحليها ازاي، ولكن سرقة الاطفال فعذاب، ده عذاب ربنا ما يكتبها على حد ابدا. دي كانت قصتنا، وهي قصة بسيطة اني حكيت لكم على ان سرقة طفل يوم، ما بالكم القصص التانية اللي بتيجي وسرقة أطفال وأعضاء وأيا كان. هستنى القصص واستنى رأيكم وأراءكم وحلولكم، ولو عندكم مشكلة هنحلها ونشوف احنا هنقدر نساعدكم ازاي، ولو في حتى خلاف صغير ان شاء الله نعرف نحلها. ودي كانت قصتنا النهارده.